يقول أخذ مبلغا من المال على أساس أنه سيبني به مسجدا، ثم احتاج لهذا المبلغ لظروف ألمت به فصرف نصف هذا المبلغ، ما الواجب عليه وهو من الفقراء؟ هل يجب عليه إعادة هذا المال؟ أخذ مالا، نعم، ليبني مسجدا، أخذ مالا من الناس، نعم، يبني به مسجد، هذا أمانة عنده، لا يجوز ليأخذ منه شيئا، بل يجب عليه أن يصرفه فيما عين له، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. وما دام أنه حصل منه هذا، أخطأ في هذا، وعليه التوبة، وعليه غرامة المال، يغرم المال ويبني به المسجد. نعم.